فأرفعوا آيات الشكر لخادم الحرمين الشريفين على ثقته في ومنحي هذه المكرمة العظيمة وهي الجنسية السعودية. وطبعا أعمل في مجال كسوة الكعبة المشرفة لأكثر من 20 عاما ولله الحمد، وأقوم بجميع ما يتعلق بكسوة الكعبة المشرفة من زخرفة وخط وغير ذلك. وطبعا بنعطي فكرة بسيطة للمشاهد عن الخط الموجود على الكسوة، وهو خط الثلث الجلي المركب. نعم، هو ثابت لا يتغير، هذا الخط لا يتغير، وكذلك الآيات لا تتغير إلا بعد دراسة وأخذ يعني مقام الإذن من المقام السامي. أما الآيات التي تكتب على كسوة الكعبة المشرفة، هي آيات مختارة تتعلق بالكعبة المشرفة، تتعلق بالأماكن المقدسة، تتعلق بالذكر، تتعلق بمقام إبراهيم، آيات مختارة. أيضا شيخ مختار، اليوم في شهر رمضان المبارك يعني، وأنت ضمن هذه الكوكبة التي تعنى بهذا المعرض، أهم ما استوقفك من خلال الزائرين لهذا المعرض وخاصة كسوة الكعبة المشرفة؟ الحقيقة طبعا في استحدث أمر ما كان موجود من قبل، وهي كتابة أسماء الزائرين من الحجاج وغيرهم على بطاقة فيها صورة للكعبة أو المدينة المنورة، وترى الفرحة العجيبة الغريبة يعني الكبيرة في نفس هذا الزائر أن يأخذ قطعة فيها اسمه من بيت الله الحرام لخطاط كعبة المشرفة وعلى صورة من للحرمين، ففرحتهم عظيمة ونحن سعداء يعني نتشرف بهم وبزيارتهم.